السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنشوف استخاره لمواليد برج الحمل النص الثاني من سنه 2023. يعني ايه النص الثاني؟ يعني شهر 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12. توقعات الست شهور الباقيين من سنتكم يا برج الحمل هنشوفهم مع بعض باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، وبالاستخاره اللي هتطلع لك الصوره بتاعتك. بس انا زعلانه منك جدا يا برج الحمل، لانه ما عادش في تفاعل في برجك خالص، ولا لايك حلو ولا تعليق جميل زيك ولا اي حاجة يا برج الحمل. ورغم ده كله انا ما تأخرتش عليك، وانتوا طلبتوا مني استخارة للاشهر الباقية وانا من عيوني حاضر. بس فضلا وليس الامر، انزلوا لو لسه ما اشتركتوش في القناة فعلوا الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل ما هو جديد، وتعليق جميل كده زيكم ولايك للفيديو. يلا بينا يا برج الحمل نشوف ايه الاستخارة بتاعتك الفترة اللي جاية، يا رب تكون جميلة. بسم الله، اللهم حط النية الأول يا برج الحمل، أهم حاجة النية. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. بصوا، آدي صورة مريم وآدي صورة طه، تمام؟ صورة طه اهي لسه بادئة. معلش يا حبايب قلبي، التصوير بالكاميرا الأمامية فالصورة بتدي معاكم عكس، كأني ماسكة المصحف غلط، لكن الصورة بالكاميرا الأمامية، فما تأخذونيش إن التصوير بيكون معاكم العكس. طيب، أول حاجة أنتوا طالعلكم صورة مريم وصورة طه، ده بيدل على إيه؟ بيدل على انعكاس الشخصية أو انعكاس الحياة معاكم. فإحنا بإذن الله هناخد صورة طه عشان هي اللي طالعه لكم، ونشوف ايه الاخبار عندكم، او يعني الصوره بتاعتكم فيها ايه. بسم الله. طيب، اول حاجه اقدر ابشركم بيها ان خلال الفتره اللي جايه هيبقى في شفاء، شفاء في مرض، شفاء من تعب شديد في حياتكم. ممكن يكون في حد عندكم هيبقى فيه اختلاف في الرأي، اختلاف في الشخصية، اختلاف في حاجة، لكن في أمور هتتيسر معاكم. عايزاكم بقدر المستطاع تركزوا في الكلام بتاعكم، أو بمعنى أصح عايزاكم إن أنتوا مش كل حاجة تتكلموا فيها قبل ما تطلعوا الكلمة، احسبوها، لأن في عيون كتيرة مركزة معاكم الفترة دي، وخلوا بالكم إن في سر مخفي عليكم هيبقى ظاهر جدا، وبس لما تعرفوه ما تتكلموش عنه خالص. في شوية أسماء حواليكم مضايقينكم، تعبينكم، فخدوا بالكم من نفسكم شوية. انتوا حاليا في نار بين الأهل، بين الاشخاص اللي كنتوا بتحبهم في يوم من الايام، في تعب او في مشاكل بينكم. الطاقة بتاعتكم كويسة، انا بس عايزاكم تحذروا من اللي حواليكم، من الناس المؤذية. في فتحة خير عندكم، في امور يعني هتتيسر معاكم، وهيبقى فيها رزق حلو قوي. لكن في مشاكل في محكمة، في خلع عندكم او في طلاق او في حاجة في مشاكل محكمة لا قدر الله، يعني لان انتوا هنا في كلام بيخص محكمة، فخدوا بالكم. اخترتوا شخص وندمتوا انكم اخترتوه في يوم من الايام، اخترتوا شخص وندمتوا لانه طلع انسان مش كويس، طلع بيأذيكم، طلع بيتكلم عليكم. مين عندكم عنده ديون، عنده صداع مستمر، عنده خذلان من المقربين، شوية تعب كده صحيين بسبب الضغط النفسي اللي عليه، او بسبب بمعنى اصح الديون، في دين عليكم كبير. طيب، خلوا بالكم ان انتوا هنا خارجين من محنة، من دي فيها خبر سعيد، لكن في حية عمالة تسعى لأجل ان هي تأذيكم. لو كتمتوا على الخبر الحلو اللي هيجيلكم ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب. في حاجة، في واحدة ست بيضة، واحدة ست اسمها آية، اسمها
يعني حروفها حرف ألف أو حرف الياء. لو حد عندكم دي واحدة سوق بيضة هي. في كمان هنا طعنة، في طعنة جات لكم من المقربين لقلبكم، فربنا يحميكم بإذن الله. في ضيق في الصدر، لكن في تيسير لأمر، في عقد هيتنضي أو في حاجة جديدة هتفعلوها. عندكم شد وجذر مع أخ أو اختلاف رأي، لكن في بيبان هتتفتح بإذن الله. في نقلة، انتم من الناس اللي بتحب التنقل كتير او بتحبوا السفر او بتحبوا التغيير، ففي امور مختلفة عندكم، في اكتر من حاجة هتفرحكم. المناعة عندكم هتكون قوية، او هيبقى يعني زي ما قلت لكم من البداية هيكون في شفاء لحياتكم. في تردد، في حاجة بتروحوا فيها وترجعوا، حاجة مش عارفين تاخدوا فيها قرار، تردد كبير قوي عليكم. حصل مشكلة بينكم ما بين اخت واتصالحتوا، بينكم ما بين اخت فلوس، بينكم ما بين اخت حاجة معينة، لكن في حصلت مشكلة وان شاء الله هيبقى في امور تصليح. في محبة، انتوا قاعدين في مكان، المكان ده بتحبوا يعني تخرجوا الهم اللي جواكم، تخرجوا اي حاجة مأزياكم. حصل فتنة من سنتين او من سنة، ولحد الان بتدفعوا تمن الفتنة اللي حصلت دي. حد عندكم في العمل انتوا مش على هواهم، مش على الهواء بتاعهم، فدايما عمالين يأذوا فيكم، بيتكلموا عليكم في شغلكم في مجال العمل، لان انتوا عندكم نقلة من مكان مضايقكم حاليا، او في امور هتتخطوها. في حد عندكم الحد ده عامل مشكلة، انتوا عاملين مشكلة معاه، لان في مواجهة، يعني في مشكلة مع الشخص، وده هتواجهوه بشكل كبير جدا، لان انتوا صحاب حق، انتوا طالعين السلم خطوة بخطوة، وده حاجة كويسة جدا. في عطا، في عطا، انتوا هتدوا اللي هتاخدوا، يعني في امور عندكم مديين حد ومستنين يرجع لكم الحاجة اللي خدها، ولا انتوا لسه هتدوا؟ خدوا بالكم، لو لسه هتدوا بلاش، بلاش تدوا. لو انتوا مديين فخلاص، واستنوا بقى لحد ما ربنا ييسر لكم. خروج طرف ثالث او رجوع للشريك، يا خروج لا رجوع. انتوا لو مستنيين رجوع ففي رجوع، لو مستنيين خروج ففي خروج. انتوا منتصرين، منتصرين على الازواج بالاخص، لكن في حد عندكم متعدد العلاقات وناكر النعمة اللي هو فيه. انتوا عندكم رجوع حق ومواجهة. في حرف الكاف، حرف الراء، حرف الألف، السين. الحروف دي من أشخاص خصومة بينكم، عداوة، زعل. ما تزعلوش مني، انتم معمول لكم سحر، والسحر ده من أراضيكم، يعني من الناس المقربة ليكم، من أرض بيتكم. والحد اللي عامل لكم السحر ده بينكم وبينه موعد الفترة اللي جاية واللي قاعدة، وانتوا هتكونوا على رأيكم وعلى استقراركم. في تجمع، في تجمع عندكم الفترة اللي جاية، في خير، لكن انتوا خاب ظنكم من حد. في واحدة عارفة عنكم كل حاجة، عارفة بتاكلوا ايه وتشربوا ايه، او عارفة كل حاجة عندكم، لكن انتوا هتحطوا حدود، ما تفكروش في اي حاجة، هما انتوا شاغلين بالهم
وحاطينكم في، يعني هم حاطينكم في مركز كده، عايزين عمالين يفكروا فيكم، لكن انتوا الفترة اللي جاية هتفكروا بطريقة مثالية وهتتعملوا اللي انتوا عايزينه، ومش هيكون هممكم حد. انتوا ممكن تكونوا حاليا عندكم أزمة، لكن في أمور هتستقر. البعض منكم عنده ضيق في الرزق، عندكم حاجة متقفلة حاليا، لكن انتوا مش عارفين ربنا هيكرمكم بإيه. في كذبة عليكم. طيب في حاجة تخص ناحيتكم اليمين، وجعاكم دراعكم اليمين، رجلكم اليمين، حاجة تخص الناحية اليمين وجعاكم، او عديتوا على سحر برجلكم اليمين والوجع دايما بيجيلكم في حاجة تخص اليمين. البعض منكم عايز يعوض الخسارة اللي حصلت، انتوا مريتوا بظروف صعبة فخسرتوا كل شيء، لكن الفترة اللي جاية في تيسير. انتوا فوضتوا امركم لربنا خلاص، ما عادش يفارق معاكم اللي بيحصل. البعض منكم عليه ديون، لكن ربنا هيبشركم بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. انتوا الفترة دي حد هيشكركم على المجهود اللي انتوا بتعملوه، يعني في امور مستقرة. ما تزعلوش مني، انتوا حصل طرد من شغلكم، اتظلمتوا في مجال الشغل، في امور كانت معاكسة الاتجاه بتاعكم، لكن انتوا ما تعرفوش حكم ربنا عليكم هتكون ازاي. زي ما قلت ان الفترة اللي فاتت هتكونوا عانيتوا من حاجات كتير، لكن الفترة الجاية هيكون في استغفار، في قرب من ربنا اكتر. لكن انتوا داخلين الفترة اللي جاية بجرح، في جرح في حياتكم، او حد جرحكم، حد ما يعني امور كده ما كانتش صالحة معاكم، فيها توتر وفيها زعل من الناس المقربين، لكن انتوا هتوصلوا للدرجة العليا. اذا كان نجاح في مدارس، اذا كان شهادة عالية، الله اعلم، لكن عندكم وصول في حاجات حلوة. في حد عندكم ذكي جدا، حد اللي ذكي ده بيكتشف كده بلمحة عين كل الاشخاص اللي حواليه. خدتوا ضربة قوية مأثرة عليكم، عندكم رحلة البحر، او بمعنى اصح يعني بحر، هتقعدوا قدام بحر، هتزوروا بحر، هتعدوا على بحر، هتروحوا بحر، زي ما يكون البحر ده هو اللي هيخفف اوجاعكم، لانكم بتحبوا تقعدوا على البحر تشكولوا همكم. وبالفعل في يعني وجع القلب ده هيخرج من لما تقعدوا على البحر، او هتشوفوا بحر وهتفتكروا ايام، الله اعلم. انتوا الفترة دي في علاقة فيها تعارض، فيها عدم استقرار، فيها تمام، فيها حاجات كده مش تمام من اتجاهكم. طيب في هنا تحاليل، حد بيعمل تحاليل عندكم، او انتوا هتعملوا تحاليل. لو انتوا في علاقة ثلاثية او في حاجة تخص العلاقة الثلاثية، في فتنة كبيرة عندكم وفي خروج، مش دايما العلاقة الثلاثية. في هنا كمان عهد، انتوا عهد يعني متعهدين لحد، او في عهد بينكم وبين حد، او في هيبقى في موعد، لكن انتوا عندكم حمل تقيل. الحمل التقيل ده ممكن يكون حمل، ممكن يكون ذرية صالحة الفترة اللي جاية، او في امور فيها استقرار، في حاجة ضاعت منكم هترجع لكم الفترة اللي جاية بإذن الله، فما تقلقوش خالص، لانه في كان في حاجة ضايعة وهترجع. طيب هنا في بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني حاجة كده فيها استكمال، يعني انتوا يعني انتوا هتدعموا حد وحد هيدعمكم، هيبقى فيه كده بينكم وبين حد امور حلوة، استقرار حلو، في كلام حلو. طيب انتوا حاليا وسط خير في حاجة،
واسطة خير في جواز، واسطة خير في شغل الحد، الله اعلم. انتوا بتحبوا تخدموا كل الناس عامة، لكن في واسطة خير عندكم، ومن ورا واسطة الخير دي هيفتح عليكم باب حلو في بيع او شراء. البعض منكم عنده وجع في الجسم، امساك 24 ساعة، زيارة للدكتور في خلفة، وزي ما قلت لكم انت عندكم خلفة بإذن الله حمل. لكن البعض منكم عنده حاجة كانت واقفة او حاجة افتقدتوها وهتبقى فيها تيسير، يعني كان في حاجة واقفة كبيرة او طاقة امور مختلفة. المنفصلين تعبانين جدا، المنفصلين متضايقين من اللي عمال يحصل حواليهم، لان اتخدعوا او اتخذلوا او حصل عندهم امور معاكسة. فالمنفصلين فعلا تعبانين الفترة دي، لكن في فرحة حلوة هتدخل على حياتكم هتفرحكم. انتوا ممكن تكونوا في مشاكل حاليا من عصبيتكم من القرار اللي خدتوه، لكن الفترة اللي جاية هيكون في تغيير حلو. طيب البعض منكم حصل عنده حمل ظلم من حد مقرب ليه، يعني لان في حمل كبير جدا كله ظلم، انتوا شايلينه فوق كتفكم، لكن انتوا في فترة تألق. بالنسبة للمنفصلين في فترة تألق، في فترة تغيير، في فترة لازم تسعوا للوصول للهدف، ما تستسلموش ابدا، لان الاستسلام هيرجعكم لورا. ممكن يكون وشكم دبلان، ممكن يكون وشكم تعبان، ممكن يكون الحياة مضيقة عليكم، لكن بفضل ربنا في امور هتتخطوها. في ملك على ايدكم اليمين وملك على ايدكم الشمال، وفي حية في النص. انتوا كده ماشيين في طريق متلخبط ومش عارفين تاخدوا فيه قرار او تتعاملوا ازاي. يعني بمعنى صح، ملك على اليمين وملك على الشمال، ده بيدل ان في ملك بيصلح وملك بيفسد، وفي حية واقفلكم اللي هي سبب السحر. فانتوا هيكون في عندكم حاجة جديدة، لكن هيكون في امور ما بتكملش، وعدم الاستكمال الامور اللي في حياتكم ده ناس عمالة حطاكم في بالها وشغلة بالها بيكم جدا. طيب اقدر اقول ان في فرحة هتتم بإذن الله، فرحة زواج او فرحة خروج من مستشفى او خروج من مرض، لان في امور فيها حلوة، يعني في تضحية حلوة من اجلكم. طيب في شجرة كمان حلوة، الشجرة دي هيكون وراها يعني صلح ما بين حد خاصم حد او حد زعلان من حد، فما تقلقوش خالص. بسم الله ما شاء الله عليكم. كمان البعض منكم ممكن يكون بيجيله هبوط، لكن بفضل ربنا، بفضل ربنا في استكفاء من كل خيرات الدنيا. في عرض. طب انتوا مستنيين حمل في ذكر ولا في عروض هتجيلكم حلوة؟ ما هو على حسب، على حسب اللي مستني الحاجة، لان انتوا هنا في امور هتبقى فيها استقرار حلو، وفي كمان بصيرة. بصيرة دي بتدل على ان انتوا هتفتحوا عينكم اكتر، يعني هتشوفوا اللي حواليكم اكتر. بسم الله. طيب هنا كمان في حد متهوم تهمة، والتهمة دي هو ملهوش علاقة بيها، حد يعني حد وقع عليه ظلم، وانتوا عارفين مش عارفين الحقيقة، لكن انتوا بتقولوا ان الحد ده ما يعملش كده، وبالفعل هو ما يعملش كده، لكن في ظلم. في حد عندكم بياخد مسكنات لحاجات عباه، او انتوا صابرين على قولون، صابرين على حاجة لحد ما ربنا يكشف او يشفي او زي ما يكون. طيب الشمس هتطلع قبل غروب الشمس، عايزاكم تصلوا ركعتين وتحصنوا نفسكم، لان هيكون في زيارة عندكم،
هيبقى في عيون مركزة معاكم، فخلوا بالكم. كمان في رزق، انتوا رزقكم صغير او رزقكم دايما بيكون في عقبة، لكن انتوا ما تعلموش ربنا كاتب لكم ايه. في حاجة هتأتيكم، حد هيخبط على بيتكم وهيجيب لكم اخبار حلوة، او هيجيب لكم عرض حلو، او بمعنى اصح هيجيب لكم حاجة جديدة. في نذر عليكم، نذر يعني ايه؟ نذر يعني حاجة انتوا دعيتوا ربنا ان هي تحصل، وهتعملوا حاجة مقابل ان هي تحصل، فانتوا عليكم نذر، فكروا فيه كويس جدا، هتلاقوا النذر ده من زمان جدا. عايزاكم تمشوا مستقيم شوية، تبعدوا عن اي مشاكل، تبعدوا عن اي ضغط، تبعدوا عن اي حد بيفكر يأذيكم، اي حد ممكن يقرب منكم لامور معاكسة. فيا رب كده قراءتكم تكون خلصت. يا رب السعادة، يا رب الهنا، يا رب الفرح اللي جميلة. سورة طه دي لازم تقروها الفترة اللي جاية، وطبعا ان شاء الله ربنا يبشركم من حيث لا تحتسب. ما تنسوش اللايك الجميل والتعليق الحلو اللي بتصلوا بيه على الحبيب، وتقولوا لي قراءتكم كانت حلوة ولا لا. هنتظركم في التعليقات.